سلام واضح. معكم هند بوطرفش، مقاولة شابة مقيمة في مدينة مراكش. على البكالوريا وقريت ثلاث سنوات في الكلية. من بعد كملت الدراسة ديالي، وخديت جوج دبلومات، دبلوم في السكرتارية والبيروتيك ودبلوم آخر في الانفورماتيك ولا كونتابيليتي. دونك فكرت اني ندير هذا البروجي هذا نهار بديت كنفكر اني ندير شي مشروع اللي يكون خاص بيا. فوالا وبقيت كنقلب في الانترنت، هكا بان لي الكونسيبت على برا. دونك وبانوا لي لي فام دايرينو على برا وعجبتني لي ديك، قلت علاش لا ما نديرهاش وحتى على ارض الواقع. كوم اون فام لي خدامه في تهيب بحال بحال راجل الشاي العام. في البروجي ديال اللي مسميه انستا بريسو، داري بخي ريزونابل بالنسبه للناس اللي كبر، اللي زيتيديون انا قريبه ليهم، كاينين حدايا مدارس، الناس اللي خدامين في لي زاجونس وفي لي بوتيك. المهم داري دي بخي ريزونابل كيبداو من 6 دراهم، 6 7 حتى 8 كابوتشينو و 8 واحد الكافي خاصه بهم سميناها انستا بريسو، حتى 8 دراهم اللي بغى يلقى محبابي. فاش كتبغي ديري شي بروجي اللي هو ما عمرك ما درتيه، سورتو في الشريعه العام وانت امراه، اكيد غيكون عندك واحد التخوف، ولكن الحمد لله ما كانش تخوف كبير، حيت كون كان تخوف كبير ما كنتش غادي نبدا فيه. كان واحد التخوف بسيط ولكن تغلبت عليه فوالا، وحطيت لي دير في ارض الواقع. وكانت عائلتي ديما السبب ديال النجاح ديالي في اي حاجه كنت كنديرها، حيت ديما كانوا كيشجعوني. تقبلوا هاد الفكره بواحد الطريقه اللي عجبتني بزاف، وهي اللي مخليني نستمر. حقاش كيف ما كتعرفوا الشريعه ماشي حاجه سهله، سورتو للمراه، الشمس عليك، الشتا عليك، الناس اللي ما مزيانينش بيان سور. نفكر فيها اني نكبر البروجي ديالي، بديت ندير فيه مشروع نسوي يخدم معايا البنات ونكبروا مشروع ان شاء الله. ندير شي جمعيه ولا شركه ان شاء الله ونكبر المشروع وندير فيه بزاف ديال لي بيسيكليت هنا في مراكش، وعلاش لا في المغرب كامل. وان شاء الله ندير دي كافي لوكال ان شاء الله الا كتب الله.